مجرد ما بتسمع الكلمه دي فورا دماغك بتروح لحاجات غريبه ومرعبه، لعنه بتطارد صاحبها لحد ما يموت بطريقه غامضه. والقصص المرعبه دي لازم تتقفل نهايتها باحداث غير مبرره. المصريين القدماء عرفوا اسرار كتير محدش عارف حلها لحد دلوقتي، وبنوا حضاره من اقوى واقدم واطول الحضارات على وجه الارض، ولكن سابوا وراهم الغاز كتير ملهاش حل او تفسير لحد النهارده. ووسط الالغاز دي ظهرت لعنه الفراعنه. اي حد بيقرب من مقابر ملوك مصر القديمه هتنتقم من اللعنه لحد ما في النهايه هيموت بطريقه مرعبه. طيب هل ده بجد؟ هل المصريين القدماء فعلا كانوا قادرين يسخروا لعنه او قوه خارقه تحمي مقابرهم، ولا في تفسير تاني لكل الاحداث اللي حصلت دي؟ السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المؤرخ. سنه 1922 كانت بدايه اكتشاف اثري هو الاهم في تاريخ مصر الحديثه. كانت لحظه تاريخيه، بس من الوقت ده بدات تظهر حاجات غريبه جدا. هوارد كارتر عالم اثار انجليزي ومكتشف المقبره فضل فعلا سنين كتير في عمليات للبحث والتنقيب، لحد ما جه اليوم اللي اكتشف فيه مقبره الملك توت عنخ امون، مقبره مقفوله من الاف السنين. والبدايه كانت مبهره، تماثيل، مجوهرات، ادوات ملكيه والتوابيت الخشبيه اللي جواها تابوت من الذهب الخالص، واللي بيحتوي على التحفة الفنية والقطعة الأشهر والأغلى في العالم، قناع الملك توت عنخ آمون. كارتر كان شايف بعينه حاجات محدش شافها ولا تخيلها قبل كده، بس الغريب ان وسط الفرحه دي كلها نسي يشوف حاجه مهمه جدا، وهو تحذير منقوش على قبر الملك بيقول: سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك. علشان بعد 6 أسابيع بس من فتح المقبره يموت اللورد كارنرفون، الراجل اللي كان بيصرف ويمول الاكتشاف ده، مات بشكل مفاجئ بعد ما زار المقبره نتيجه لالتهاب رئوي حاد بسبب لدغه بعوضه عملت له تسمم في الدم. ويقال ان وقت الوفاة اتقطعت الكهرباء عن القاهرة كلها، ودي كانت البداية، بداية لعنة الفراعنة. بعد وفاته بدأت الأخبار تنتشر زي نار في الهشيم. طيب ليه كل ده؟ ما شخص واحد مات، إيه المشكلة يعني؟ إيه اللي خلى موته وراه لغز؟ إن مجلة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت خبر إن طائر الكناري الخاص بمكتشف المقبرة هوارد كارتر مات بعد ما أكله تعبان الكوبرا المصري، ومعروف إن الكوبرا المصرية من أهم رموز مصر القديمة، علشان بعدها تنتشر سلسلة من الوفيات الغامضة لكل شخص شارك أو دخل مقبرة الملك توت عنخ آمون. عندك مثلا جورج جولد، عالم آثار كان بيزور المقبرة مع هوارد كارتر، ولكن بعد ما خلص الزيارة ورجع بيته المرض ضرب جسمه فجأة ومن غير أي تحذيرات، ومات بعدها بوقت قصير بسبب ارتفاع شديد في درجة حرارة جسمه. ومن هنا بدأ الموضوع ياخد منحنى تاني خالص، علشان بعد الاكتشاف بفترة قرروا إن مومياء الملك هيتم عمل أشعة عليها علشان يحددوا من خلالها الأوضاع الصحية للملك والطريقة اللي مات بيها. أرشيبيلد دوغلاس دكتور الأشعة اللي كان مسؤول عن تصوير مومياء الملك، ولكن بعد انتهاء عملية تصوير الملك فالراجل خلص وروح بيته، ولكن تاني يوم أصيب بمرض غامض ومات بعدها ب3 أيام. كل الأحداث والوفيات دي أدت لانتشار فكرة إن في حاجة غريبة بتحصل، كل اللي اشتغلوا أو شاركوا في اكتشاف المقبرة بدأ يحصل لهم حاجات مريبة، فريق الاكتشاف بيقع واحد ورا التاني. مش بس كده، الوفيات فضلت مستمرة لحد ما وصلت لأكتر من 20 شخص وكلهم ماتوا بطرق غريبة، واللي ساهم أكتر في انتشار الرعب بين الناس إن كل مرة حد يموت كان الإعلام بيأكد إن دي نتيجة لعنة الفراعنة. ده زود الخوف والرعب عند الناس اللي بقت مقتنعه تماما ان حالات الوفاه دي مش مجرد صدفه، لكن نتيجه لعنه بتطارد كل من شارك او زار المقبره، لدرجه ان في عالم اسمه هيو ايفلين وايت كان زار المقبره من فتره مع هوارد كارتر، بس فجاه انتحر بعد ما كتب رساله بدمه بيقول فيها: لقد استسلمت للعنه. كده الحكايه بتوسع، الكلام ما وقفش عند الناس اللي شاركوا في اكتشاف المقبره، لكن اي حد بيروح يزور او يشوف الكنوز دي كان بيحصل له حوادث او امراض مفاجاه او حتى وفيات بطريقه غامضه. ده الموضوع كبر اكتر واكتر وخرج عن المقبره وزورها، ووصل لاغراق سفن او حرق منازل او موت ناس مقربه من اللي دخلوا او شاركوا في اكتشاف المقبره. الصحافه لعبت دور كبير في تضخيم الحكايه، والجرايد العالميه كتبت عن اللعنه بشكل اوسع وحولت القصه لاسطوره عالميه. الناس بقت تقول ان الفراعنه كانوا بيحموا مقابرهم بقوه خارقه، وان اي حد يجرؤ يقرب من كنوزهم هيتعرض للمرض او الموت. ومن الصحافه بيتنقل الموضوع للسينما العالميه، افلام كتير في هوليوود
الكتب، مسلسلات، روايات، وحتى القصص المصورة، وكل ده زرع في عقول الناس لعنة الفراعنة. لكن بالرغم من كده في ناس كتير شككت في القصة وقالوا ان ممكن دي تكون مجرد صدف، ومن هنا بدأوا يدوروا على تفسير علمي لكل الاحداث الغريبة دي. اول حاجة لازم نفهم ان المقابر دي مقفولة من الاف السنين ومفيش حد دخلها طول الفترة اللي سبقت اكتشافها، بيئة مغلقة تماما، وده ممكن يخلق جو مليان بكتيريا وفطريات خطيرة. وبالفعل ابحاث كتير كشفت ان الناس اللي دخلوا المقابر وماتوا بعدها ممكن يكونوا اتعرضوا للعنة، ولكن لعنة من نوع مختلف مش خارقة بأي شكل من الأشكال، لعنة جت من ظروف طبيعية ولعنة تانية مقصودة. ازاي مقصودة؟ خليني اقولك. في الاول اكتشفوا حاجات زي الفطريات والبكتيريا الضارة. واحد بقى من اشهر انواع الفطريات دي هو فطر اسمه أسبرجيلوسيس السام، وده فطر من نوع خطير جدا على الجهاز التنفسي وممكن يسبب امراض مميتة زي التهاب الرئة، وده بيشرح ليه بعض الناس ماتوا بعد وقت قصير من زيارتهم للمقبرة. واكتشفوا ان الفطر ده هو كمان كان السبب في موت اللورد كارنارفون اللي بدأنا بحكايتنا. مصدر الفطريات دي بقى كانت بقايا حبوب موجودة في المقبرة، موجودة ضمن الطقوس الجنائزية، هي اللي تفاعلت مع مرور الزمن ونتج عنها الفطريات المميتة دي. العلماء كمان اكتشفوا ان المواد اللي استخدمها المصريين القدماء في عمليات التحنيط كانت بتحتوي على مواد كيميائية قوية زي الزرنيخ وبعض انواع الزيوت، والمواد دي مع مرور الزمن كانت بتتحلل وبتكون مواد سامة جدا، والتعرض ليها ممكن يسبب في مشاكل صحية خطيرة. الابحاث ما وقفتش لحد هنا، في دراسة بتشير ان المصريين القدماء كانوا على دراية بصناعة السموم وحشوها في اماكن معينة داخل المقابر، ده كمان لما عملوا مسح للنشاط الاشعاعي فلقوا انه تركيزه بيكون في خزائن حجرية وبتكون مصنوعة دايما من حجر البازلت وموجودة داخل جدران المقابر، ده غير العثور على غازات زي الراديون، وده واحد من الغازات الخاملة لا له طعم ولا لون ولا ريحة، ده كمان واحد من العناصر المشعة السامة ومن احد اكبر المسببات لسرطان الرئة. حد فيكم هيقول لي يعني الناس دي كلها ماتت بسبب الامراض والفطريات وكارتر نفسه صاحب الاكتشاف ما حصلوش حاجة وعاش حياة طبيعية؟ خلينا جاوبك. بيرد المسؤول عن الدراسة هاروس فيلوس ان التعرض للمواد دي كفيل بالاصابة بالاورام الخبيثة والسرطانات زي ما حصل مع هاورد كارتر نفسه، ونتيجة لده مات بسكتة قلبية سنة 1939 بعد معاناته لسنين طويلة مع سرطان الغدد الليمفاوية، بعد ما اتضح ان في ارتباط بين التسمم الاشعاعي والنوع ده من السرطانات. كمان الظروف البيئية وقتها ما كانتش زي دلوقتي وما كانش في وسائل حديثة للرعاية الطبية، وبالتالي الناس كانت بتموت بمعدل اكبر بسبب امراض يمكن تكون جديدة عليهم وملهاش تفسير وقتها. في النهاية صديقي المصريين القدماء كانوا عباقرة في بناء مقابرهم واسلوب حمايتها، لكن العلم بيقول ان الموضوع ملوش علاقة بالسحر او التعويذ او قوة خارقة، ولكن برضو في حكايات كتير جدا عن دور الجن في حماية المقابر الملكية. انت بقى شايف ايه؟ هل الموضوع مقتصر بس على فطريات وسموم، ولا في افراد من الجن فعلا مسخرة لحماية المقابر؟ شاركنا برأيك في التعليقات، اعمل لايك وشير الحلقة وشارك في القناة علشان توصلك كل حلقاتنا الجديدة. ما تنساش اخواتنا من دعائك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحرب واعظة تنادينا، لقد سلم المقاتل والذين بدورهم قتلوا. نعم هذا قضاء الله، لكن ربما سلموا إذا كان الجميع مقاتلين.